شو الساعة الحلوة هذه؟ 80,000 صح؟ لا 150,000. عجيبة. قلت لي تيمع ماركات؟ أنا بعد شراتك حبة يمعهم. بيتك ما شاء الله حلو وكبير كأنه قصر. لحظة هاي لامبورغيني جالاردو؟ طلعت مو بهين والله. أنا سايق نفسه، يمكن أنت مسافر فرنسا. عاد أنت الحين في المطار مسافر؟ يلا تروح وترد بالسلامة. السلام عليكم ورحمة الله، معكم شهاب النجار مجددا، وهذه هي المحاضرة الثانية الخاصة في مقدمة في أمن المعلومات. طبعا هي جزء من مقدمة في الهاكر الأخلاقي، وهي الجزء الثاني. تحدثنا في الجزء الأول عن مواضيع عديدة تتحدث عن أمن المعلومات، وهنا سنتحدث أيضا كتكملة لجزئية أمن المعلومات. في البداية يجب أن نعرف ما هو مفهوم البيانات أو المعلومات، وهو له زاويتين. الزاوية الأولى النظرية، وهو العلم الذي يبحث في نظريات وسبل توفير حماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها ومن أنشطة الاعتداء عليها. أما تقنيا فهي الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توفيرها لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية والخارجية. كما سأزود كافة الطلاب المهتمين بهذه المادة في هذه الشرائح إن شاء الله بعد انتهاء هذه المحاضرة. يجب أن تعلم أيضا أن هناك عناصر خاصة لأمن المعلومات، ومن دونها لا تكتمل حماية أمن المعلومات، وهي أولها السرية والتكاملية أو سلامة المحتوى، واستمرارية وتوفر المعلومات أو الخدمة، وتلفظ في اللغة الإنجليزية الconfidentiality أو الintegrity أو الavailability. يجب أن يتوفروا كعناصر رئيسية في أمن المعلومات، وسنشرح وسأوضح بشكل سريع كل خاصية من هذه الخصائص. السرية، وهو المصطلح المستخدم لمنع الكشف عن معلومات الأشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع عليها أو الكشف عنها. كمثال على عنصر السرية مثل تقارير المخابرات أو الانتربول أو مصادر البرمجيات السورس كود. هذه أمثلة على سرية البيانات داخل هذه المنشآت. قد تستخدم تقارير مخابرات على سبيل المثال، وقد يتم ختمها بأنها سرية، لذلك هي مخصصة لجهة معينة أو لشخص معين ليقوم بقراءة هذا التقرير على سبيل المثال. أيضا لدينا التكاملية وسلامة المحتوى أو الانتجريتي. أيضا التكامل أو السلامة يعني الحفاظ على البيانات من التغيير أو التعديل من الأشخاص غير المخولين بالوصول إليها. ومثال على تكاملية وسلامة المحتوى، مثلا يصيب فيروس حاسوبا ويقوم هذا الفيروس بتعديل بيانات أو إتلاف معلومات داخل هذا الجهاز، فبالتأكيد سيؤثر هذا العمل على سلامة المحتوى أو تكاملية المحتوى في هذا الجهاز. أيضا مثال آخر، عندما يكون الموظف غير المخول قادرا على تعديل راتبه في قاعدة البيانات والمرتبات، بالتأكيد سيؤثر هذا الموضوع على سلامة المحتوى. مثال ثالث أيضا، عندما يقوم مستخدم غير مصرح له بتخريب موقع على شبكة الإنترنت، فبالتأكيد هذا يؤدي أو يؤثر على سلامة المحتوى. أيضا الـ availability أو توفر المعلومات أو الخدمة تعني بأن التأكد من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار القدرة على التفاعل مع المعلومات وتقديم الخدمة لمواقع المعلوماتية، وأن مستخدم المعلومات لن يتعرض إلى منع استخدامه لها أو دخوله إليها. يعني هذه المعلومات أو النظام المعلوماتي متوفر في أي لحظة، قد أقوم بطلب
بمعلومة معينة وقد تكون متوفرة، فهذا يؤثر بالتأكيد على توافر المعلومات أو توفر المعلومات في النظام المعلوماتي. على سبيل المثال، أود أن أستخدم البريد الإلكتروني، لم يكن متوفرا البريد الإلكتروني في هذه المنشأة وهذه الشركة، فبالتأكيد هذا سيؤثر على توفر المعلومات أو الخدمة داخل هذه المنشأة على سبيل المثال. أيضا سنتحدث عن أمن المعلومات في حياتنا اليومية بالنسبة لاستخدام الشبكة العنكبوتية أو الجهاز الشخصي أو حتى عند استخدام الهاتف المحمول أو حتى الشبكة المنزلية. بالتأكيد أول نقطة وهي الأمان عند استخدام الشبكة العنكبوتية، وهو الحذر بمشاركة الآخرين معلومات حساسة كما شاهدنا في الفيديو الأول عند السلايد الأول. عفوا، تحدث عن أحد الأشخاص قد نشر معلومات شخصية قد تخص في مثلا صور في لبيته أو لسيارته الشخصية أو لهاتفه الموبايل. كافة هذه المعلومات تعد معلومات خاصة أو سرية لهذا الشخص أو المستخدمين بشكل عام، لذلك من الخطر نشر معلومات خاصة أو سرية عن حياتنا الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعية بأنواعها، وكذلك أرقام الهواتف، المواقع الجغرافية ومواقع المعلومات المالية أو أرقام الوطنية وغيرها من معلومات خاصة. أيضا إلغاء خاصية تحديد الموقع الجغرافي داخل التغريدات. ربما الكثير من المستخدمين وربما مر عليكم بأن هناك مستخدمين يقومون بنشر المكان الجغرافي للتغريدة أو التويت أو البوست عندما يقومون بنشرها، وهذا هو أمر خطير، فقد يقوم هذا الموقع الجغرافي بكشف مكان هذا المستخدم، وربما أحد اللصوص أو أحد المجرمين قد يقوم باستهداف هذا الشخص بمجرد نشره لهذه التغريدة التي تحتوي على المكان الجغرافي. أيضا لا تقم بالحديث مع شخص لا تعرفه شخصيا، وإن حدث ذلك لا تشاركه بياناتك الحقيقية مثل اسمك الحقيقي، رقم هاتفك، وعنوان بريدك الإلكتروني. أيضا احذر دائما من ملفات التجسس التي تأتي عبر بريدك الإلكتروني، قد تأتي على شكل مرفقات أو قد تأتي على شكل روابط إلكترونية ملوثة. الحذر أيضا من التسوق الإلكتروني أو إجراء الأعمال المصرفية في مقاهي الإنترنت، والكثير منا، وهذا شيء للأسف مزعج، عندما نذهب إلى أي مطعم أو أي كافيه أو حتى مع أصدقائنا في المدرسة، في الجامعة، أو في أي مكان عام، قبل أن نقوم بطلب مثلا الشاي أو القهوة نقوم بطلب الواي فاي باسورد المتوفر في هذا المكان. وبالتأكيد هذا أمر خطير عندما نستخدم نحن الإنترنت الببليك أو المفتوح بالشبكات العامة، فهو أمر خطير، قد يكون في نفس هذا المطعم أو الكافيه شخص لديه الخبرة البسيطة في اعتراض البيانات التي تدور في هذه الشبكة، ويقوم بتشغيل جهازه والتقاط كل ما يدور في هذه الشبكة ليتم اختراق المستخدمين الجالسين في هذا الكافيه أو المطعم. لذلك الحذر من استخدام الانترنت أو المفتوح أو الببليك واي فاي نتوركس، واستخدام البدائل الآمنة الأكثر تناسبا للمستخدمين، وهي حزم الفورجي أو الثريجي المتوفرة من شبكات أو شركات الاتصالات الموجودة لديكم. أيضا عند زيارة أي موقع إلكتروني كن واثقا من أنه موقع معروف وموثوق، وتأكد من عدم النقر على وصلات مشتبهة ولافتات قد تظهر فجأة. قبل إدخال كلمة السر الخاصة بك في أي صفحة تسجيل دخول، تأكد من الانتباه أن هذا الموقع يستخدم خاصية الـ HTTPS بدلا من أن تكون HTTP، والفرق بينهما بسيط جدا. الـ HTTPS هو اختصار لـ Hypertext Transfer Protocol Secured، وهي تعني أن هذا البروتوكول المستخدم في هذا الموقع هو بروتوكول آمن. أما الـ HTTP وهو بروتوكول أصبح قديما نوعا ما، وهو الـ HTTP أو الـ Hypertext Transfer Protocol، والذي ما زال الكثير من المواقع يستخدمون هذا البروتوكول، وللأسف أنه بروتوكول غير آمن. أيضا دائما تأكد من تسجيل الخروج والنقر أو لوج أوت والنقر على زر التسجيل في كل جلسة تنتهي فيها من استخدام الإنترنت. على سبيل المثال، قد تقوم ب
زيارة موقع فيسبوك أو تويتر، وبعد انتهاء الجلسة الخاصة بك قم بعمل لوج أوت، ولا تقوم بتخزين أو save my details أو save my information أو save my email and password في أي موقع كان. احذر أيضا من الابتزاز الجنسي الإلكتروني. الابتزاز الجنسي الإلكتروني ينتشر بشكل هائل، ووصلني عشرات من القضايا الخاصة بالابتزاز الجنسي الإلكتروني. الحذر يا شباب، وهذه النصيحة مخصصة لكل من يشاهد هذا الفيديو أو يستمع إليه هذا اليوم حول الابتزاز الجنسي الإلكتروني، فهو الفئة التي يتم استهداف فيها الشباب من الأعمار قد تتراوح من 19 أو 18 إلى 32 سنة، وحتى هناك دكاترة ومهندسين وقعوا في هذا الفخ الابتزاز الجنسي الإلكتروني. يتم الموضوع من خلال أن فتاة أو عفوا عصابة إلكترونية قد تنتحل صفة فتاة وتقوم بإضافتك عبر مواقع تواصل اجتماعية مختلفة، إن كانت لينكد إن أو سكايب أو مثلا هاي فايف أو فيسبوك. هذه المواقع التي نستخدمها بشكل يومي قد يتم استهداف الشباب من خلالها. هذه العصابة تقوم بإنشاء حساب لفتاة شبه عارية، وتقوم باستهداف شيوخ حتى وأئمة مساجد ومهندسين والجميع. الجميع يعني لا يخطر في بالكم حجم الخطر الذي سمعت عنه ووصلني لحل هذه الجريمة أو المشكلة مع هؤلاء الأشخاص. لذلك من المهم جدا أن نمتنع أو أتجنب التواصل مع أي أشخاص غرباء أو غير معروفين الهوية أو قد يكون مشبوه بهم أو مشتبه بهم. تقوم هذه العصابة، وبشكل مختصر لكي لا أذهب عن الموضوع، تقوم هذه العصابة بانتحال صفة فتاة ترتدي ملابس شبه عارية، وتقوم بالتواصل مع الشخص المستهدف لتقوم بإغراء هذا الضحية أو الشاب، وجلبه إلى استخدام أو إجباره على استخدام موقع سكايب أو عفوا تطبيق سكايب. بعد دخول الضحية إلى سكايب يقوم هذا العصابة تقوم العصابة بتشغيل فيديو مزيف لفتاة تقوم بخلع ملابسها أمام الكاميرا، فيعتقد الضحية بأن هذه الفتاة هي فتاة حقيقية وتقوم فعلا بخلع ملابسها، ليقوم أيضا هو بخلع ملابسه أمام الكاميرا. وفي الحقيقة العصابة تقوم بتصوير فيديو لهذا الشاب أثناء خلعه لملابسه، ويقومون بعد انتهاء الجلسة على سكايب يقومون بابتزاز هذا الشاب بإرسال هذا الفيديو لكافة أفراد عائلته وأصدقائه وحتى لدكاترته الدكاترة الموجودة أو الأساتذة الموجودين في جامعته لابتزازه بالمال، ويجب عليه أن يقوم بتحويل مبلغ مالي محدد من قبل العصابة لكي يقومون بحذف هذا الفيديو وعدم التشهير به. لذلك من المهم جدا الانتباه لهذا الموضوع لأنه موضوع انتشر بشكل كثير جدا. أيضا ينصح بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية فايروول، وأنصح بتطبيق كاسبرسكي أنتي فيروس 2017 على جهاز الكمبيوتر مع الحرص على تحديثها بصورة منتظمة. طبعا أنصح بهذا المضاد للفيروسات لأنه يحتوي على فايروول ويحتوي على مضاد فيروسات ومضاد برمجيات خبيثة أيضا، يعني هو مضاد فيروسات متكامل يمكنكم شراؤه وتحميله على أجهزتكم. أمن المعلومات في حياتنا اليومية، ووصلنا إلى أمن الجهاز الشخصي. استخدام كلمة مرور قوية عند الدخول إلى النظام. بالتأكيد يجب أن نستخدم كلمة سر قوية سهلة الحفظ وصعبة التخمين، مكونة من 8 خانات على الأقل، تحتوي على رموز وأرقام وحروف كبيرة وصغيرة، بالإضافة إلى special character مثل النجوم أو الأقواس وغيرها من الأحرف أو special character. أخذ النسخ الاحتياطية والاحتفاظ بها في مكان آمن. لا يكفي أن تقوم بأخذ نسخ احتياطية كاملة عن جهازك، بل قم بحفظها في أماكن آمنة.
استخدام برامج الحماية من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة. كما ذكرت سابقا يمكنكم استخدام المضاد للفيروسات الشهير كاسبرسكي أنتي فيروس أو إنترنت سيكوريتي 2017، كما يمكنكم استخدام مضاد فيروسات آخر وهو أفاست 2016. استخدام الجدار الناري الفايروول وتغطية الكاميرا وتعطيل المايك في حال عدم استخدامهم من المهم. وشاهدنا في مقالات سابقة ومقابلات مع حتى مدير الفيسبوك، يعني مدير الفيسبوك مارك قام ب أو هو في الحقيقة قام بتغطية الكاميرا وتعطيل المايك في جهازه الشخصي، وهو ما لفت أنظار الخبراء في أمن المعلومات عن حقيقة حفظ خصوصية المستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي كانت فيسبوك أو غيرها من المواقع. فتغطية الكاميرا بقطعة صغيرة قد تكون لاصق، وتعطيل المايك من خلال إعدادات الكمبيوتر، من خلال خصائص الكمبيوتر يمكنكم الذهاب إلى خصائص الميكروفون وتعطيل الميكروفون بشكل مؤقت. وعندما تقومون مثلا بالتواصل مع أفراد عائلتكم من خلال تطبيقات الدردشة يمكنكم تفعيل الكاميرا والميكروفون في ذلك الوقت. طبعا الأمان عند استخدام الهاتف المحمول مثلا يجب أن نعلم بأن الهاتف يحتوي أو هاتفك يحتوي على تفاصيل حياتك، فاحتفظ به واحميه كما تحفظ أسرارك وخصوصياتك بل أكثر. الحذر من الصلاحيات الكثيرة للبرامج، هناك الكثير من المستخدمين يقومون بتحميل تطبيقات لتجربتها للمرة الأولى، وهو أمر خطير. يجب أن تنتبه أن هذا التطبيق مثلا التطبيق الذي يساعدك في الطهي قد يطلب منك معلومات المكان الجغرافي لك، وهو أمر بالتأكيد أمر لا يمكن أن يطلب هذا التطبيق، أو لا يمكن لتطبيق يهتم في الطبخ أو بالطهي أن يطلب معلومات المكان الجغرافي أو الخاص بك أو الدخول للاستديو أو الصور الخاصة في جهازك. أيضا يجب الانتباه على وتجنب عمل روت أو جيل بريك للجهاز إن كان جهاز أندرويد أو iOS. وتحدثنا سابقا كثيرا عن موضوع الروت والجيل بريك، وهناك مقابلات صوتية ومقالات مكتوبة عن هذا الموضوع سأنشرها لكم إن شاء الله من خلال التنبيهات. الحذر أيضا من التطبيقات المكررة والتي تسمح للمستخدم على سبيل المثال بفتح تو واتساب، أو مثلا تشغيل تطبيق واتساب مثلا لعدة مرات أو لعشر مرات أو لاثماشر مرة. يمكنكم تشغيل مثلا واتساب أو فايبر أو أي تطبيق ثاني تستخدمونه بشكل يومي. هذه التطبيقات يعاد تكريرها أو يعاد تصنيعها من خلال تطبيقات يابانية وصينية، ويقومون للأسف بعد تحليل هذه التطبيقات يتم وضع أكواد غير مرئية للمبرمجين أو للمهتمين بهذا الموضوع ليتم استهداف المستخدمين الذين يستخدمون هذه التطبيقات المكررة. أيضا تأمين الهاتف برمز سهل الحفظ وصعب التخمين كما ذكرت سابقا. ومن المهم جدا تشفير الجهاز، يمكنكم تشفير الجهاز إن كنتم تستخدمون أجهزة أندرويد على سبيل المثال. يمكنكم الذهاب إلى إعدادات الجهاز وإعدادات الحماية، ستظهر لكم Encrypt My Device أو Encrypt My SD Card. يمكنكم من خلال هذه الخاصية تشفير جهازكم بالكامل. وعند تشفير الجهاز من الصعب جدا على أي جهات كانت، حتى لو كانت جهات قد تقوم بعملية هاكينج أو تستهدف أجهزتكم، لن يتمكن أحد من استخراج أو استرجاع معلومات بعد حذفها حتى عند تشفيركم للجهاز بشكل كامل. أيضا هناك علامات أن الهاتف أو هاتفكم مصاب ببرمجيات ضارة. هناك ارتفاع مفاجئ، قد يكون في ارتفاع مفاجئ في فاتورة الهاتف بدون سبب. أيضا هناك رسائل إلكترونية أو نصية في مجلد المرسل لم تقم أنت بإرسالها. على سبيل المثال قد يقوم هاتفك بإرسال رسائل
أوتوماتيكية آلية إلى أصدقائك في الواتساب أو في التليجرام وأنت لم تقم بهذا الإجراء، فقد يكون جهازك مصاب ببرمجيات ضارة. أيضا واجهة الهاتف قد تتغير ولم تقم أنت يعني بدون تدخل المستخدم، قد يتم تغيير شاشة أو الباك جراوند الخاصة في الهاتف الجوال. أيضا نتحدث سريعا عن أمن الشبكة المنزلية، التأكد من أن الشبكة محمية برمز. كما ذكرنا سابقا أيضا الرمز ينطبق على أمان الشبكة المنزلية وعلى البريد الإلكتروني وعلى المواقع التي نستخدمها في حياتنا اليومية. الرمز يجب أن يتكون من أحرف ورموز صغيرة وكبيرة وأرقام وسبيشال كاركتر أو الرموز الخاصة، كما يفضل أن لا تقل عن 8 أو 9 خانات في الشبكة المنزلية. التأكد من أن الشبكة تستخدم تشفير WPA2، وهناك عدة أنواع للتشفير في الراوتر، أجهزة الراوتر. يمكنكم الدخول بتفاصيل أكثر عن أنواع الراوترز وأنواع تشفير الراوترز من خلال دراستكم لموضوع شبكات الحاسب الآلي. الـ WPA2 هو نوع من أنواع تشفير الراوتر الذي يتم من خلاله تشفير الراوتر، وهو ما يصعب عملية تخمين الباسورد أو عملية الكراكينج التي يقومون بها الهاكرز. تفعيل خاصية الماك أدرس فلترينج، في حال تفعيل هذه الخاصية نقوم بتخصيص فقط الأجهزة الموجودة داخل المنزل. على سبيل المثال لكل جهاز في المنزل له ماك أدرس خاص، وأنا أشبه الماك أدرس كمثلا الرقم الموتور الخاص في السيارة. مثلا لكل سيارة هناك رمز خاص موجود على الموتور الموجود داخل هذه السيارة، ولا يتشابه هذا الرقم مع أي رقم سيارة أخرى. لذلك هذا الماك أدرس فلترينج هو مشابه للرقم الوطني حتى الموجود على الهويات الشخصية الأفراد، ولا يتشابه هذا الماك أدرس من جهاز إلى جهاز آخر. لذلك الماك أدرس فلترينج يقوم بعملية فلترة للأجهزة المتصلة بالشبكة المنزلية، ويعطي صلاحية الدخول لهذه الشبكة فقط للأجهزة التي تم إضافة الماك أدرس فلترينج داخل جهاز الراوتر. طبعا من الأفضل تعطيل خاصية الـ WPS المتوفرة في الراوتر. الـ WPS هي خاصية عند الضغط عليها خلف الراوتر يقوم الراوتر بإعطاء صلاحية لمدة 30 ثانية لأي شخص داخل المنزل بالاتصال بهذا الراوتر دون إدخال كلمة السر. الـ WPS الآن يتم استخدامها أو هذه في يعني تقريبا في 3 أو 4 سنوات السابقة يتم استخدام خاصية أو ثغرة أو نقطة ضعف الموجودة في الراوتر، وهي الـ WPS Vulnerability، حيث يقوم الهاكرز باستغلال هذه الخاصية لعملية كراكينج أو عملية هجوم Brute Force Attack على الواي فاي أو جهاز الراوتر. أيضا لكل راوتر يتم تحميله أو يتم تشغيله داخل المنازل هناك فايروول، جدار ناري داخل هذا الراوتر. يمكنكم الذهاب إلى إعدادات الراوتر، سنشاهدها بشكل سريع الآن. هذا مثلا عند الدخول للراوتر يمكنكم كتابة 192.168.1.1 وبإمكانكم الدخول، قد يختلف من 0.0.1 أو 0.1.1. يمكنكم الدخول إلى الصفحة الرئيسية للراوتر من خلال الإعدادات. الراوتر قد تختلف الإعدادات من نوع إلى آخر. كما تلاحظون هنا الانكريبشن او التشفير، نوع التشفير نختار WPA2 ونختار كلمة سر لا تقل عن 8 خانات. كما يمكننا ايضا استخدام الجدار الناري المتوفر داخل هذا الراوتر. اخفاء الشبكة، كما يمكنكم ايضا اخفاء الشبكة، وفقط الأشخاص الذين يعرفون اسم الشبكة الخاصة بك في مثلا المنزل أو العمل يمكنهم الاتصال بهذه الشبكة عندما يقومون بإدخال اسم الشبكة والباسورد لهذه الشبكة.
طبعا نصيحة أيضا لهذا السلايد، كل منتجات أفاست الأمنية بها ميزة أمن الشبكة المنزلية، يعني على الأشخاص الذين لا يعلمون أي شيء بخصوص أمن الشبكة المنزلية يمكنكم تحميل منتج أفاست الأمني، وهو يحتوي على ميزة أمن الشبكات المنزلية بشكل آلي. فقط عندما تقومون بتحميل هذا البرنامج، هو مضاد فيروسات ومضاد برمجيات خبيثة أيضا، يحتوي هذا البرنامج على ميزة أنه يقوم باكتشاف الأخطاء الموجودة في الشبكة لديكم ويقوم بإصلاحها بشكل آلي. لذلك أنصح الأشخاص الذين لا يعلمون كيفية مثلا تشفير الجهاز بـ WPA2 أو وضع كلمة سر قوية استخدام منتجات أفاست الأمنية. طبعا هذه هي نهاية المقدمة، وسنبدأ إن شاء الله في المحاضرة الثانية أو المحاضرة عفوا الثالثة بتحضير مختبر اختبار الاختراق. إن شاء الله نلقاكم في المحاضرة الثالثة، ولن أطيل عليكم إن شاء الله هذه المرة، ربما بعد يومين أو 3 أيام سيتم نشر المحاضرة الثالثة.